بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 123. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع لقائنا بفضيلته نرحب به، فحياكم الله شيخنا الكريم. حياكم الله وبارك فيك. أحبتنا الكرام، سوف تستمعون في هذه الحلقة إن شاء الله لإجابة عدد من الأسئلة عن زواج شغار مضى عليه مدة، وعن من قتل نفسه، وعن رفع اليدين في الدعاء بعد الأذان، وعن استبدال المرأة كلمة عبدك بأمتك في الدعاء، وعن التصفيق في الصلاة لزجر الأطفال، وعن أخذ مال بغير علم صاحبه، وعن عبارة صدق الله العظيم بعد الفراغ من القرآن، وعن صلاة الفجر قبل طلوع الفجر، وعن إخبار الزوج زوجته بكل أسراره، وعن إخراج شيء من التركة صدقة عن الميت، وعن أنواع البر الممكنة للوالد المتوفى. ثم أسئلة أولها عن حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم عن ميت كان يغتاب الناس، ثم عن حكم أخذ ما يسمى الضمان وما يسمى العادة، وعن أصدق وأصح كتب التاريخ الإسلامي، وسؤال لطلب التوجيه لمن ابتلي بما يسمى بالعادة السرية، وعن هجر زوجة آذت زوجها وأهله، وعما تراه المرأة من الكدرة بعد الحيض، وعن لبس المرأة البنطال أمام زوجها وأطفالها الصغار، وعن قبول هدية مسروقة، وعن ركوب المرأة مع زوج أختها وزوجته معه، وعن شراء كتب دون قراءتها إلا قليلا، وعن الوضوء قبل النوم. وفي آخر هذه الحلقة سؤال عن ابتداء المرأة بالسلام في الهاتف. إلى أول أسئلة هذه الحلقة. السائلة ألف ميم عين من الجمهورية اليمنية من صنعاء بعثت سؤالين، تقول في أولهما: ما حكم من تزوج بطريقة البدل أي الشغار وقد مضى على زواجه مدة ولديه أولاد، هل زواجه جائز؟ وإذا كان غير جائز فماذا عليه أن يفعل الآن؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من حيث العموم نكاح الشغار ممنوع في الإسلام، وهو أن تجعل المرأة بدل المرأة بدون دفع صداق لواحدة منهما، كان يقول أزوجك موليتي بشرط أن تزوجني موليتك، أو أن تزوج ابني أو فلانا. إذا كان زواج المرأة مشروطا بزواج امرأة أخرى من غير صداق فهذا هو الشغار. هذا من حيث العموم والقاعدة الشرعية. أما من حيث الواقعة المذكورة فالواجب مراجعة المحكمة الشرعية للنظر في هذا النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: رجل مسلم بكل ما تحمله كلمة مسلم، يؤمن بالله ورسوله ويحب الله ورسوله ويؤدي ما أمر الله به ورسوله من صيام وصلاة وزكاة وحج وأعمال خير كبناء المساجد والصدقات وغيرها إلى غير ذلك من الأعمال الخيرية، أصيب بمرض سحري أصبح على أثره حبيس البيت، لا حول له ولا قوة، وفي يوم من الأيام قتل نفسه ببندقية كانت بحوزته. سؤالي هو: هل ينطبق عليه قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا؟ وفي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجاء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، إلى آخر الحديث. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم خيرا. أولا، تزكيتك لهذا الرجل بأنه مسلم بمعنى الكلمة وأنه هذا أمر لا يجوز، ولكن لو قلت أحسبه كذلك والله حسيبه أو يظهر لي منه ذلك، أما الجزم لأحد بأنه مسلم أو مؤمن فهذا يحتاج إلى نص من الشرع، توقيف من الشرع، على المسلم أن يتأدب بهذه الألفاظ ولا يحكم لأحد بإسلام أو إيمان أو جنة أو نار إلا بدليل، ولكن عليه أن يرجو للمحسن ويخاف على المسيء من غير جزم. هذه هي القاعدة الشرعية. وأما
أن هذا الرجل قتل نفسه، فإن كان قتله لنفسه من غير فكر، يعني كان كما ذكرت تأثرا بالسحر أو بالجنون وليس عنده عقل، فلا شيء عليه في ذلك لأنه بغير اختياره. وأما إذا كان معه عقله ومعه تفكيره وأقدم على ذلك فإنه يكون قاتلا لنفسه وعليه الوعيد وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة أم عبد الرحمن من المدينة المنورة بعثت رسالة ضمنتها عددا من الأسئلة، تقول في أولها: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء الوارد بعد الفراغ من سماع الأذان، أي دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ لا يجوز رفع اليدين، لأن هذا شيء لم يرد، بل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن ندعو بهذا الدعاء بعد الفراغ من الأذان وبعد متابعة المؤذن، ولم يشرع لنا رفع اليدين في ذلك. نعم. تقول: هل يجوز استبدال كلمة عبدك بكلمة أمتك في الأدعية الوارد بها تلك الكلمة السابقة، مثل دعاء سيد استغفار وكذا دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك؟ الرجل يقول عبدك والمرأة تقول أمتك. نعم. صلى الله عليكم. تقول: لدي طفلان صغيران، وفي أثناء تأدية الصلاة ربما يفعلان أشياء خاطئة فأقوم بالتصفيق لهم، فهل يجوز ذلك في صلاة الفرض أو النفل أم لا؟ إذا كان في ذلك منع لهم من العبث، بالتصفيق لهما منع من العبث ويمتنعان من ذلك فلا بأس، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. أما إذا كان الصبيان لا يمتنعون عما هم عليه فلا يجوز هذا التصفيق، لأنه يكون عملا في الصلاة من غير جنسها. نعم. ثابكم الله. تقول: كان زوجي شريكا لرجل آخر في محل تجاري لمدة 3 سنوات، وبعد تلك المدة أنكر عليه شريكه كل حق له، ولم يكن لزوجي مستندات، وتدخل الناس للإصلاح لكن دون جدوى، فقام زوجي بأخذ نصيبه من المحل دون علم شريكه، وذلك على فترات متفاوتة، وبعدها طرد زوجي من العمل وهو ينوي التجارة بهذا المال، حيث لا يوجد مصدر آخر للإنفاق علينا أنا وأولاد الصغار وكذلك والداه وإخوته، فهل أكون واقعة في الإثم إذا رضيت بما فعل زوجي وعشت معه من أجل أطفالي، أم أطلب الطلاق علما أن زوجي متدين ويقول ليس أمامي أي وسيلة أخرى سوى ما فعلته للحصول على حقوقي من ذلك الشريك؟ أفتوني في مسألتي، وجهوني، وجهوا زوجي، جزاكم الله خيرا. هذا أمر يحتاج إلى تحقيق لهذا الواقع، هل هو صحيح أو غير صحيح، فعلى زوجك أن يسأل أهل العلم ويذكر لهم الواقع من غير زيادة ولا نقصان، وسيجد الإجابة الشافية بإذن الله، ولا يجوز له السكوت على هذا الأمر حتى يسأل أهل العلم ويبين لهم الطريقة التي حصلت منه مع هذا الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. مستمعة سودانية مقيمة في الرياض تقول: نسمع أحيانا من بعض القراء عبارة صدق الله العظيم، وأحيانا لا نسمعها، فما الصواب في ذلك؟ الصواب أنه لا يؤتى بصدق الله العظيم بعد نهاية التلاوة، لأن هذا شيء لم يرد في السنة، هو أمر محدث وينبغي تجنبه، فالذي لا يأتي بهذه الكلمة بعد التلاوة هو الذي على الصواب. نعم. تقول: نشاهد أن الفجر يتأخر خروجه عن وقت الصلاة، أي أن الناس يصلون قبل طلوع الفجر، فهل من توجيه لأئمة المساجد؟ لا يجوز الصلاة قبل طلوع الفجر، ولا تصح الصلاة قبل طلوع الفجر، لا بد من تحقق طلوع الفجر إما بمشاهدة أو بغلبة ظن أو رجوع إلى التقاويم الموثوقة فيصلي إذا تحقق من طلوع الفجر أو غلب على ظنه ذلك. أما من صلى قبل طلوع الفجر وعلم بذلك فإنه يعيد الصلاة لأنه صلى قبل دخول الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: هل يلزم الزوج أن يبوح لزوجته بكل أسراره، مثل أن يخبرها كم يملك من المال، وإذا أراد الزواج بأخرى هل يخبرها؟ الزوج يفضي إلى زوجته بما فيه مصلحة، بما فيه مصلحة لبقاء الزوجية والعشرة الطيبة، أما أنه يخبرها بكل شؤونه فهذا لا داعي له، وقد ينتج عن ذلك مفسدة، فلا يخبرها إلا بما يكون سببا في حسن العشرة وبقاء الزوجية، وأما أسراره الخاصة فإنه لا يفشيها لزوجته لأنه لا مصلحة في ذلك وليس له داع. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل أبو عبد الله من تيمان
يقول في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ، توفي والدي قبل شهرين وقد ترك لنا تركة بعضا من الأموال والأوراق النقدية والعقارات وبعضا من الماشية، والسؤال هنا: هل نخرج له شيئا من الإرث مع أنه لم يوصي بذلك رحمه الله تعالى ولا بغيره من حج وعمرة؟ أفتونا مأجورين. إذا تبرعتم بشيء له من مالكم هذا شيء طيب، هذا من الصدقة عن الميت. الصدقة عن الميت مشروعة ويصل ثوابها إليه بإذن الله إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. فباب التبرع للميت هذا مشروع مستحب وينفع الميت بإذن الله عز وجل، سواء تبرعتم كلكم أو تبرع بعضكم. نعم، أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: ما أفضل أنواع البر بالنسبة للوالد المتوفى؟ وهل هناك عبادات محددة للبر بالميت غير الحج والعمرة مثلا؟ ثم الصدقة، هل من الأفضل التصدق بها عاجلا أم تؤخر قليلا كبناء المساجد؟ أنواع البر بالميت بالوالد بعد موته كثيرة، منها أولا المبادرة بتنفيذ وصيته إذا كانت على حدود الشرع، ثانيا القيام بتسديد ديونه، بل تسديد الديون أول قبل الوصية، يبادر أولا بتسديد ديونه التي عليه لله أو للناس، ثانيا الوصية، تنفيذ وصيته الشرعية، ثالثا التصدق عنه، تصدق عنه من مال طيب، رابعا الدعاء له والاستغفار له والترحم عليه، خامسا الحج عنه والعمرة عنه بما في ذلك من الأجر العظيم، سادسا صلة الأرحام المتعلقة بالوالد من الأقارب ممن تجمعك وإياهم قرابة متصلة بالوالد، هذا يكون من بر الوالد، سابعا من بر الميت من بر الوالد بعد موته مواصلة أصدقائه الذين كانوا يصادقونه في حياته، فإن من بر الوالد صلة أصدقائه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهل من قال ذلك عند الاحتضار لا يعذب في القبر ولو أنه من أهل الجنة؟ لأن بعض المسلمين يعذبون بذنوبهم في القبر حتى تمحص ثم يدخلون الجنة، أفتونا أثابكم الله تعالى. نعم، من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. فإذا قالها المسلم في وهو حي أو قالها عند الوفاة بهذه الشروط فإنها تنفعه بإذن الله. وأما أنه يعذب في قبره أو يعذب في النار إذا كان من أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك، فهذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه بذنوبه وإن شاء غفر له، وإذا عذب فإنه لا يخلد في النار بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إما من أول وهلة وإما بعد أن يعذب بذنوبه. وليس في الحديث أنه لا يعذب في قبره، فقد يعذب في قبره وهو من أهل لا إله إلا الله بسبب ذنوبه، لكن مآله إلى الجنة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: الإنسان المسلم الميت الذي كان في حياته يغتاب بعض الناس ولم يتحلل منهم في الدنيا، هل ثمة عمل يفعله أبناؤه لرفع ذنب الغيبة؟ الغيبة لا ترفع إلا بمسامحة أهلها، فبإمكان ورثتي هذا الميت أن يطلبوا من اغتابهم أو ظلمهم أن يسامحوه، هذا الذي في استطاعتهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل الإنسان المتسبب الذي لا يعمل وليس لديه دخل ويستحق الضمان الاجتماعي ومبلغا آخر من المال يقال له العادة، هل من يأخذ عادتين مع الضمان الاجتماعي مع العلم أنه محتاج إلى ذلك وليس له دخل سواه، هل يأثم؟ هذا حسب نظام الحكومة. إذا كان نظام الحكومة يسمح بأن يأخذ ضمانا ويأخذ عادة سنوية فلا بأس بذلك، أما إذا كان نظام الدولة لا يسمح بهذا ولكنه يخفي هذا الأمر فلا يجوز له هذا، عليه أن يبين. نعم، السلام عليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما أصدق وأصح كتب التاريخ الإسلامي التي توصون بالاطلاع عليها؟ كتب التاريخ بوجه عام لا يعتمد عليها، ولكن من أحسنها وأقربها ما ألفه الأئمة الموثوقون من أهل السنة، مثل البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
تاريخ الأمم والملوك للإمام أبو جعفر بن جرير، هؤلاء الأئمة كتبوا تواريخ، فالرجوع إليها أحسن من غيرها، وقد تشتمل على بعض الأمور لكن هي أقرب وأحسن من غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما توجيهكم فضيلة الشيخ لمن ابتلي بما يسمى بالعادة السرية مع أنه شاب لم يبلغ 20 من عمره ومحافظ على الصلوات؟ نصيحتنا له أن يتقي الله وأن يترك هذه العادة، وأن يتزوج إذا لم يكن قد تزوج، وإن كان لا يستطيع الزواج فعليه بالصبر، قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم. صلى الله عليكم. المرسلة جيم ميم حاء من جدة تقول في سؤالها الأول: لدي مشكلة يا فضيلة الشيخ، وهي أن لدي زوجة أخ تسببت في إحداث كثير من المشاكل بينها وبين الناس، وأوقعت أخي بسبب ذلك في إحراج معهم، وكنا نناصحها لكنها لا تستجيب، وقد تضرر أخي منها حيث أوقعته في كثير من الديون والسيرة السيئة بين الناس، ونحن هجرناها فلا نزورها ولا نحب أن تزورنا، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وهل هو جائز في الشرع؟ وبماذا توجهون؟ إذا كانت امرأة سيئة في تصرفاتها أو في دينها وسلوكها فإنها تناصح، تجب مناصحتها أولا، فإذا لم تمتثل وكان في هجرها رادعا لها وزجرا لها فإنها تهجر، أما إذا كان هجرها لا يأتي إلا بزيادة شر فإنها لا تهجر، ولكن تستمر المناصحة معها لعل الله أن يهديها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم ما يأتي المرأة بعد الكدرة في زمن الحيض من رطوبة تميل إلى الإصفرار، هل هي حيض أم لا؟ وهل تعتبر طهرا تغتسل المرأة وتصلي وإن كانت مستمرة معها حتى بعد انقضاء مدة الحيض؟ هذا فيه تفصيل: الكدرة والصفرة إن كانت في زمن الحيض فإنها حيض. نعم. وإن كانت بعد انقطاع دم الحيض والطهر فإنها لا تعتبر شيئا، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في سؤال لها: ما حكم لبس المرأة البنطال أمام زوجها وأولادها إذا كانوا صغارا؟ المرأة لا تلبس البنطال، لأن المرأة معمورة بالستر، والبنطال ليس ساترا للمرأة، لأنه يبدي أحجام أعضائها. نعم. ويفتن بها أكثر من غيره، وليس هو من لباس المسلمات في الغالب، خصوصا في هذه البلاد المحتشمة، فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تلزم اللباس الساتر. نعم. حسن الله إليكم. في سؤالها قبل الأخير تقول: ما الحكم في أن يستعمل المسلم شيئا جاءه هدية أو صدقة، وكان صاحب هذه الهدية أو الصدقة قد غصبها من أناس هم في حاجة لبيعها وهي ملك لهم؟ إذا كان يعلم أن هذا المال حرام فلا يجوز له أن يقبل الصدقة منه ولا الهدية منه، لأنه مال حرام، عليه أن يرفض قبوله صدقة أو هدية أو غير ذلك لعلمه أنه حرام. أما إذا لم يكن يعلم أنه حرام، يعني كان الرجل عنده مال مباح وعنده مال حرام وهو لا يعلم أن هذا من الحرام، فلا بأس بقبوله والأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، يتعاملون بالأمور المحرمة، لكن ليس كل ما عندهم هو من الحرام، عندهم شيء حلال وعندهم شيء حرام. نعم. صلى الله عليكم. في سؤالها الأخير تقول: ما حكم ركوب المرأة مع زوج أختها في سيارته السفر ومعها زوجته؟ لا يجوز للمرأة أن تركب إلا مع محرم في السفر، إلا ومعها محرم في السفر، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. وكذلك لا يجوز لها أن تركب مع غير محرم في البلد أو في غير السفر إذا كانت وحدها مع رجل ليس محرما لها، لأن هذا من الخلوة المحرم، قد قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة بعثت 3 أسئلة لم تذكر اسمها، تقول في أولها: أريد أن أكون مكتبة في المنزل، ولقد سمعت أن هذه الكتب تشهد علي إن لم أعمل بما فيها،
علما بأنني أحب القراءة في الكتب خاصة المفيدة في الدنيا والآخرة، وأقرأ بعضها على أمي أو أحدثها بها، وأحاول أن أعمل بما فيها قدر استطاعتي، فهل هذا يكفي؟ نعم، هذا عمل طيب ويكفي بإذن الله. فعليك باقتناء الكتب النافعة والقراءة بها، والقراءة على أمك وعلى من يحضر ليستفيد الجميع بذلك ولك الأجر إن شاء الله تعالى. نعم. أما القول أنها تشهد على من لم يقرأها، على كل حال هي ذكرت أنها تنتفع بها وأنها تنفع غيرها، فهذا عمل بها والحمد لله. نعم. لكن هذه المقولة لها أصل؟ إذا ترك الواجب، إذا ترك ما فيها من واجب فإنه مسؤول، أما إذا ترك ما فيها من مستحب فإن هذا لا إثم فيه. نعم. صلى الله عليكم. تقول: سمعت أن الإنسان الذي ينام طاهرا تكون روحه تحت العرش وله أجر، فهل المرأة الحائض إذا توضأت يكون لها ذلك الأجر؟ هذا بهذا اللفظ لا أعرفه، لكن السنة أن الإنسان ينام على طهارة، هذا هو السنة. والجنوب إذا أراد أن ينام وهو لم يغتسل فإنه يتوضأ عند النوم ليخفف الحدث، هذا في حق الجنوب. وإذا فعلته الحائض فلا بأس، لأن هذا يخفف عنها الحدث. نعم. تقول في سؤالها الأخير: هل يجوز للمرأة إذا رفعت الهاتف أن تبتدئ بالسلام حتى ولو رد عليها رجل؟ إذا كان لها حاجة، إذا كان لها حاجة تريد أن تكلم هذا الرجل في حاجة مباحة، فإنها تبدأ بالسلام، لأن السلام مطلوب بين المسلمين الرجال والنساء، لكن لا يكون ذلك بممازحة أو مضاحكة أو بصوت يطمع الرجل بها ويفتن الذي في قلبه مرض، بل يكون بكلام عادي ليس فيه خضوع وليس فيه ترخيم وليس فيه ممازحة ولا مضاحكة مباسطة، وإنما تكلم الرجل بقدر الحاجة فقط بكلام عادي. قال تعالى لنساء نبيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلتي ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم.